يعني بس من سنين طويلة وانا اقعد اتفرج، طبعا اتفرج على اصحابي هم بيتفرجوا على حسام حسن الاسم التاريخي في عالم الكورة طبيعي، لكن احنا بقى لنا 5 6 سنين اقعد اتفرج على مهيب هو وضيوفه وهم بيتكلموا عن كل أزمة يواجهها اتحاد الكورة، فيبقى السؤال هو امتى هيتولى حسام حسن اتحاد مسؤولية المدير الفني للمنتخب؟ هذا ما حدث أيها السادة، أخيرا حسام حسن هو المدير الفني المسؤول عن المنتخب. فقبل ما مهيب يطلع على الهواء هسأله انت ناوي تعمل ايه النهاردة؟ خلاص السؤال اللي كنتوا بتسألوه بقالكم 5 سنين اتجاوب. ازيك يا استاذ مهيب؟ استاذ شريف، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ لقد هربنا من اجل هذه اللحظة. هرمنا من اجل هذه اللحظة. الناس دلوقتي بتبص لحسام حسن هو المنقذ، ودي ممكن تبقى على فكرة مشكلة لانه التوقعات تبقى عالية جدا. بص يا استاذ شريف، يعني هو كان من الفير ومن العدالة ان الكابتن حسام حسن ياخد فرصته، اكيد خاصة ان انت اديت فرصة ل مدربين ومديرين فنيين مصريين قبل كده، ويمكن كان لو اعلى اسم في الناس اللي مسكت قبل كده احترمنا ليهم جميعا كان المفروض الكابتن حسام حسن، لما ليه من تاريخ وبطولات وحاجات كتير جدا، فكان لازم ياخد فرصته. فالنهارده اللي حصل يعني حاجه اعطت الطمأنينه في مستقبل الكره المصريه. قول لي عنوان، قول لي عنوان هتقوله في الحلقه وتتعامل معاه على مستوى الاخبار يخص دخول حسام حسن في يومه الاول مسؤولا عن الـ 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 يعني انت لما ايه اللي عند مهيب عبد الهادي دلوقتي في اول يوم لحسام حسن مدير فني؟ العداله والانضباط يعود الى الكره المصريه. العداله والانضباط، رجعوا للكره المصريه وادوا امل ان القرارات بتتاخد صح، ان القرارات، وعلى فكره انت تاخد قرار صح والتوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا، مفهوم. تعمل تثبت لي انك بتعمل اللي عليك. مظبوط بالظبط كده. انا طب انت الناس كلها بتطالب، الشارع كله بيطالب، وعايز اقول لك ان في ارتياح كبير جدا جدا في الشارع المصري، ارتياح. تفتكر انت بقى تفتكر وانت يعني واحد من الاساتذه في المجال ده واللي بتغششني على طول، حسام حسن ربنا يخليك يبقى جوهري، يبقى حسن شحاته جديد؟ ده بتاع ربنا. ايوه بس إيه توقعك يعني؟ ما انتوا يعني انتوا اللي عارفين بقى وادرى. جوهري طبعا، جوهري جوهري، المدرسه، مدرسه الجوهر، مدرسه الجوهر. كابتن حسن شحاته مدرسه على فكره، يعني كابتن أكيد. حسن شحاته ده مدرسه لوحده، اسطوره وحاجه مش هتتكرر. طب لكن انت اللي شارب وعارف وعاشر وسنين وعمر كابتن حسام حسن هو امتداد لكابتن محمود الجوهر. طب يا استاذ مهيب انت لسه زميلي صح؟ ما بقتش المتحدث. لا لا ده ميدو بس كان ايه بيهزر، كان مقصود شويه وبيهزر. ما انا كنت عايز الاول وانا ما عرفتش يعني، عيب قوي. ولازم لا بقول لك انا بتكلم مع ميدو فطمني الضحك. طب ليه يا حبيبي عملت كده؟ بتعمل كده ليه؟ ضحك ضحك. بص هستيري. ما هو بقى على يعني ده برضه على علاقتك الانسانيه كمان والغير المهنيه مع التوأم يعني، برضه دي مش سهله. لا اصل يعني عايز اقول لك والحمد لله رب العالمين، احنا الثقه في الكابتن حسام حسن كانت من سنين، ويمكن احنا البرنامج مفهوم الوحيد اللي كان بيظهر فيه الكابتن حسام صحيح حسن، واحنا البرنامج الوحيد اللي كان متبني وفكره ان الكابتن حسام حسن يبقى مدير فني. يمكن الناس انتقدتنا كتير وناس الكلام كتير، لكن جه اليوم الحمد لله يعني اثبت ان كلامنا كان صحيح، وده على يعني هوى المسؤولين في الرياضه المصريه ان هم يدوا الكابتن حسام حسن الثقه ويدوا له يعني زي ما بيقولوا كده يعني نتمنى له حاجه جديده كده ممكن يعملها لنا في الكره المصريه. لكن 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 الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج شغل كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله القادم يكون افضل لكل واحد بيحب الكره في مصر وبيحب مصر. والاخبار نعرفها منك دايما مهيب عبد الهادي. ان شاء الله دايما. انا بشكرك شكرا جزيلا، بتنورني دايما. طيب